بنعتذر للجميع. والآن مع الأستاذة الشاعرة نادية زكي. ليس بي شوق للبنى في الليالي الشاعريه، إن النص فيه نبض فيه أحلام شبيه، بيد أن الحب يبنى في حسابات قصيه، إن ليلى بنت بيه بنت أيام نقيه، كان فيها الحب شعر في ليالي النبي. لكن انظر لي حبيبي في الحياة الواقعية، عصرنا الإنسان فيه آلة دون الهوية، عصر مال فوق مال والهوى فيه الضحية. ليس عصري عصر عشق في القصور المرمرية، كن قيس من هواه والهوى شر البلية. أنت حقا يا حبيبي في فؤادي والضوية، أنت في عيني بدر، أنت لي أبنى الهدية. فانتظر ما زال قلبي يا ذهب قلبي، قد ترى فيه ملافا في ثياب آدمية. لا تبالغ في فؤاد صار ضرب الظهر حيا، لا تبالغ في فؤاد صار ضرب الظهر حيا. كل غدا فيه إمام، لا تقل أضحى نبيا، لا تقل أضحى نبيا.